يلا اتكلم. انت قول هقول ايه؟ قول وانا اقول. طيب هنتكلم عن انهي مسلسل. انت سمعت انهي مسلسل قبل كده؟ ما سمعتش؟ مسمعتش افلام ولا مسلسلات ولا اي حاجات من دي. لا سمعت ام بي سي مصر هاي 2 وام بي سي مصر. سمعت عليهم ايه بقى؟ ايه سمعت عليهم ايه؟ سمعت عنهم؟ فيلم افلام بتاع مين يعني؟ كرتون. كرتون بتاع مين؟ افلام بتاع مين؟ اللي عندك اللي بيجي هو اللي بيجي عندنا. ماشي. كرتون بتاع مين؟ وسمعت مسلسلات مسلسل مين؟ ومسحت مسلسل انت مش عارف هوجا. اسمه ممثلين خالص؟ مسلسل هوجا مسلسل هوجان بتاع محمد امام. انت عارف محمد امام؟ سمعت المسلسل ده امتى؟ من عارف انا سمعت مسلسلات مين تاني غير بتاع هوجان بتاع محمد امام؟ سمعت مسلسلات مين تاني؟ وسمعت مسلسلات بتاع مين؟ جبتهم. لقيت قهوة، بتاع شغالة على سبتها. ماشي. سمعت مسلسل مين تاني؟ تعرف مين تاني؟ والراجل بتاع القهوة قلت له هات لي كوباية قهوة ودخلها لي في التلفزيون، جابها لي ودخلها لي. قهوة اللي دخلها لك في التلفزيون؟ ايه قهوة اللي القهوة اللي انت بتاع اللي ابويا بيعملها؟ القهوة اللي أبوك بيعملها؟ ما كان بيعملها. انت ما تشتغلنيش. انت دلوقتي بتقول لي انا كنت على القهوة وقلت للراجل هات لي كوباية قهوة ودخلها لي على التلفزيون. لا بس عشان ايه احنا بنصور الفيديو ده والفيديو ده اتحط على النت، فايه خليك محترم. هقول لك طب بس ارجع ورا عشان ما ايه ما تخشش في قلب القمر. سمعت مسلسلات لمين تاني؟ انا كنت في القهوة وقلت للراجل هات لي قهوة ودخل لي قهوة في التلفزيون. ماشي و ارجع بس ورا. و وايه تاني؟ بس بقى احترم نفسك. خلاص بقى، خلاص قصة القهوة بقى. كل شوية تقول لي كنت في القهوة وقلت للراجل هات لي قهوة وحط لي قهوة وحط لي قهوة في التلفزيون. ما انا كنت في القهوة وقلت للراجل ما قلت لك خلاص. هات لي قهوة جابها لي في القهوة. ما خلاص ما خلاص بدأت على دي، هات حاجة تانية. بص انا كنت في القهوة ما قلنا خلاص، ما خلاص.